على بطولة كأس العالم. هذه ضربة حرة مباشرة تأتي في هذا المكان، كونستانت يرسلها وريكاردو مونتيليفو شددها وخذ. الله الله، الغاني الغاني غني الليلة لميلان، الغاني يأتي بأجمل الأغاني لميلان، وبالتالي يعود ميلان، يعود ميلان الكبير في الليلة الكبيرة أمام الكبير. هكذا بدأت ريكاردو مونتيليفو، وبعد ذلك تأتي المتابعة، المتابعة تأتي والتسديدة القوية والكرة. واليوم حقيقة من الشوط الأول كنا نتكلم على أن بواتينغ في أفضل حال في 2013، هذه المباراة الأفضل. سية الغاني تصور عزيز المشاهد ذلك، وميلان ليس في أفضل حالاته، والآن يتقدم الفرنسي والكرة في المكان. الله 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 الله، يا هي مباراة الليلة، ميلان الليلة غير، والطليان الليلة غير، وهدف ثاني أيضا غاني، هدف ثاني لميلان أيضا غاني. هذه ليلة غنى فيها اللاعب الغاني، أول بواتينغ، والله الله على لمسة الشعراوي، وبعد ذلك لمسة الغاني علي سليماني مونتاري يأتي بالهدف الثاني.